اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي الأعزاء، أبطال الصف الخامس، درسنا اليوم بعنوان تاريخ الخرائط وتطورها. أبنائي الأعزاء، منذ القدم والإنسان قد عرف الخرائط واستخدمها، ولكن بشكل مختلف عما هو الآن. فبداية الخرائط يا أبطال، قد ناقشها الإنسان على الأحجار، وعرف الإنسان الخرائط قبل الكتابة، وتطورت الخرائط مع تطور حياة الإنسان. ولكن في البداية دعونا نتعرف على ما معنى كلمة خريطة. الخريطة أبنائي الأعزاء هي عبارة عن رسم لسطح الأرض، يعني ممكن أعمل أو أرسم خريطة للكرة الأرضية، وممكن أرسم جزء منها على سطح مستوي. إذن الخريطة هي رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منها. أول من عرف الخرائط واستخدمها الفراعنة في مصر والبابليون في العراق. والبابليون في العراق، ولكن هناك مشاركة من عالم عربي مسلم، وهو محمد الإدريسي القرشي، والذي استطاع منذ مئات السنين أن يتوصل إلى رسم خريطة لسطح الأرض تضاهي أو تقترب مما عليه الآن. واستخدمت هذه الخريطة في فترات أو لفترات طويلة جدا. هذه هي إسهامات العالم العربي المسلم محمد الإدريسي القرشي. دائما يا أبطال بتختلف الألوان على الخرائط، فاللون الأزرق يشير إلى الماء، الماء على سطح الأرض، إما بحار أو محيطات أو أنهار. اللون البني يشير إلى المناطق المرتفعة، وكلما زاد اللون البني